شكرا للجميع. إذا مشاهدينا لازلنا في نفس السياق ومجال التعليم، وأكيد ننتقل إلى مكتبة قطر الوطنية، ما فيها وما لها من فعاليات وأنشطة في هذا الشهر، نتابع معا ونعود. أهلا وسهلا فيكم في مكتبة قطر الوطنية. طبعا فعالياتنا في شهر أكتوبر متنوعة، عندنا العديد من الفعاليات لتخدم جميع أطياف المجتمع، عندنا فعاليات للأطفال، فعاليات لليافعين، للمعلمين وحتى أولياء الأمور. من الفعاليات اللي عندنا سوف تقام ورشة بعنوان التصوير الفوتوغرافي الاستشراقي، هي على هامش معرض بين العلم والفن في المكتبة التراثية، بالإضافة إلى ورشة بعنوان اصنع كاميرتك الخاصة. عندنا فعاليات للأطفال عن قصص وحكاية تناسب أعمارهم، كذلك عندنا فعاليات لليافعين التي راح تكون اختر تخصصك الجامعي وكيفية التميز الأكاديمي. بعض الفعاليات راح تكون عن طريق الانترنت وبعضها راح يكون في المكتبة، مثل حفل الأوركسترا الذي سيقام في 6 أكتوبر سيكون في المكتبة، بالإضافة إلى فعاليات هامش على هامش المعرض العلم والفن راح يكون في المكتبة التراثية هنا في المكتبة إلى نهاية ديسمبر. أما فعالية اصنع كاميرتك الخاصة سوف تكون في استوديو مطاف. مسابقة جف هي تختص لليافعين من عمر 12 إلى 18 سنة بهدف تعزيز التصميم الابتكاري والإبداعي لديهم. راح يكون في 3 فائزين في هذه المسابقة راح ينضمون للجنة التحكيم في مهرجان أجيال السينمائي. الفعاليات التي تقام في المكتبة للدوحة عاصمة الثقافة الإسلامية راح تكون ورشتين، هي المذاهب الفقهية في دولة قطر، راح تتكلم عن انتشار المذاهب الفقهية في دولة قطر والعلماء الذين عاشوا في الدولة وتكلموا عن هذه المذاهب، بالإضافة إلى جهود المؤسس في نشر وطبع الكتب الدينية. بالثقافة العربية عندنا ورشة الخط العربي التي تتكلم عن أهمية الخط وجمالية الخط العربي. في عندنا ايضا حفل الاوركسترا القطريه الذي يقام في مكتبه قطر الوطنيه في 6 أكتوبر، طبعا هذه اول فعاليه تصير في المكتبه بعد الافتتاح التام في المكتبه. الاحترازات اللي احنا ماخذينها طبعا هي احترازات الدوله، اللي لازم الشخص يكون مطعم جرعتين ولازم الاحتراز يكون اخضر، بالاضافه اللي احنا قللنا عدد الحضور في المكتبه الى تقريبا 47 شخص. احنا حاليا في مكتبة قطر الوطنية لغينا نظام الحجز المسبق لزيارة المكتبة، بإمكان الزوار يشرفونا في أي وقت، وأهلا وسهلا فيكم في مكتبة قطر الوطنية.